شكرا سيد الرئيس، شكرا للمؤسسة الفقيه التطواني مرة أخرى على هذا اللقاء الهام وعلى اهتمامها الدائم بالساحة السياسية والثقافية الوطنية وبمحاولة يعني جمع الأطر والفاعلين من أجل توليد أفكار اللي غتسمح بتطوير الحياة السياسية والحياة الثقافية والاقتصادية أيضا، لأن كانت هناك لقاءات تهتم بجوانب مختلفة. ولكن قبل ما ندخل في الموضوع، بغيت أولا أن أنوه بعمل قمت به مؤسسة الفقيه التطواني، وللأسف أنه يتم ترويج الكثير من الأشياء عديمة الأهمية، بينما بعض الأمور اللي هي غاية في الأهمية لا نجد لها صدى في الصحافة وفي الإعلام. مؤسسة الفقيه التطواني في إطار مشروع يتعلق بالهدر المدرسي استطاعت أن تعيد أزيد من 700 تلميذ إلى المدرسة، وهذا إنجاز جبار أتمنى أن يتم تعميمه في مختلف مناطق المغرب، لأن هناك زوايا مهمشة في بلدنا فيها نسبة الهدر تصل إلى 97%، 3% كيوصلوا للبكالوريا. فهذا العمل اللي هو استطاع يرجع للمدرسة 700 تلميذ اللي غادروها، هذا عمل لابد من تنويه به في بهذه المناسبة. أقصد بالفتور الحياة السياسية ما يسميه البعض بضعف توهج للحياة السياسية، ويسميه البعض الآخر بضعف الحيوية ديال الحياة السياسية، ويسميه آخرون بركود الحياة السياسية. الكثير من المفاهيم المصطلحات تستعمل، ولكن تنعت كلها وضعية واحدة يمكن أن نعتبرها أنها وضعية حياة سياسية كانت تسمى في المعجم العربي القديم بالنسبة للفكر السياسي التراثي كانت تسمى بالغمة، فيتحدث المؤرخ أو رجل السياسة عن الغمة، والمقصود بالغمة هو واحد الوضع متأزم ومبلوكي تقريبا، فيه نوع من الركود. هذه الغمة يمكن أن نشير إلى عدة محددات، الأستاذ سي عبد الله ساعف أشار إلى بعضها. أعتبر بأن في البداية زوج ديال الأمور واضحة جدا كخصائص ديال هذا النوع من الركود في حياتنا السياسية. الخاصية الأولى هي آلية استمرار آلية التغيير من فوق، أو آلية التأثير من فوق. بالطبع كنعرفوا بأن في الحياة السياسية هناك دينامية اجتماعية، هناك أحزاب، هناك مجتمع مدني، والمخاض ديال كل هذه الدينامية كيطلع للفوق باش يخلق يعني واحد نوع من الدينامية السياسية عامة في الدولة. احنا عندنا نوع من الانتظارية التي تنتظر دائما ما ينزل من أعلى إلى أسفل، وهذا يجعل أن الدولة في الواقع ليست قوية إلا إذا بغينا نقصد بالقوة أنها حاضرة في كل الفضاءات وتحتل كل المساحات، لأن الدولة القوية هي اللي القوة ديالها جاية من أسفل إلى أعلى، يعني من مصداقيتها لدى الفاعلين المختلفين ومن العلاقات المتوازنة التي لديها بكل مع كل الفرقاء الآخرين. فإذا استمرار هذه آلية التأثير من أعلى يعني تطبع الحياة السياسية المغربية بقوة، بالإضافة إلى الخاصية الثانية اللي كنلاحظوها من 2011 من دستور 2011 إلى اليوم، وهي تزايد الهوة بين المكتسبات النصية اللي حققناها بالنضال ديالنا في 2011، جميع الأطراف اللي شاركت حققنا مكتسبات مهمة على مستوى النص الدستوري مقارنة بالنص السابق، هذا شيء لا شك فيه، ولكن عندنا هو مع الممارسة المؤسساتية والممارسة السياسية وممارسة السلطة ممارسة الدولة مع تلك النصوص. احنا الآن في 2023 إلى غادي نذكر لائحة ديال المكتسبات اللي حققناها دستوريا وما زالت لم تتحقق إلى اليوم فهي كثيرة. ثم هناك واحد المشكل كبير، كنلقاو الدولة
كتمشي للقدام باش تتكلم على التنميه والنموذج التنموي والاوراش الكبرى ديال التنميه، وهي لم تستكمل الاصلاح السياسي. لانه معيار النجاح للمشاريع التنمويه هو ان يكون الاساس السياسي في الدوله قد استكمل الدوره ديالو ديال التطور، وهذا لم يحدث في بلدنا، فما زلنا ننتظر ان نستكمل هذه الدوره لكي نضع قطار التنميه على السكه. فهو موضوع ولكنه لا يتحرك، ولهذا غادي نلاحظوا بان نموذج التنموي شاركنا فيه كلنا كسياسيين ومدنيين واطراف كامله، بل ان اللجنه ديال السي بن موسى نزلت الى اطراف البلد وحاورت ناس مختلف الفئات الاجتماعيه. فاين هو الان هذا النموذج التنموي؟ احنا درسناه في 4 اشهر، درسنا الفرق بين النموذج التنموي والبرنامج الحكومي. هذا العمل ديال حركة ضمير فيه 200 صفحة وقدمناه لجميع مؤسسات الدولة، ولاحظنا بأن بنسبة 95% يغيب النموذج التنموي في برنامج الحكومة. إذن 3 سنوات ديال الزمن يعني انفقناها في الكلام الكبير حول التنمية في بلدنا، ولكن في النهاية مع العلم أن الزمن التنموي المقصود ممتد على 15 سنة، يعني هذه الحكومة الحالية ديال السي أخنوش ملزمة بأن تحقق ثلث النموذج التنموي في 5 سنوات الأولى، لأن 2035 خصنا نكون استكملنا يعني المشروع. للأسف لا يبدو أن هذه الحكومة غادي تحقق هذا الثلث ديال ما ورد من مكتسبات مهمة جدا في النموذج التنموي. ثم هناك واحد المشكل كبير يعني كتعاني منه الساحة السياسية ديالنا، وتكلمتوا سي سعف وأنتم كذلك في الورقة التقديمية ديالكم على مشكلة الأحزاب وضعف يعني الاقتراح الحزبي أو ضعف المبادرة الحزبية. هناك مشكل خطير يتعلق بضمور الفكر السياسي في بلدنا. من ينتج الأفكار السياسية؟ تنتجها النخب الحزبية والطبقة السياسية. الأحزاب فيها ناس مناضلون فاعلون في الميدان، كينزلوا للانتخابات كيترشحوا كيعملوا الحملات، ولكن فيها نخب لكتنتج المفاهيم الجديدة، وحنا كنعيشوا نهاية حقبة وبداية حقبة جديدة من التاريخ. هناك دورة كاملة ديال 200 سنة ديال الحداثة كتنتهي الآن، وحنا مقبلون على حقبة غامضة ما زالت ملامحها لم تتضح بالكامل، وسياسيون لا ينتجون للمرحلة القادمة مفاهيم جديدة، مع العلم أن المؤشرات اللي عندنا عالميا كثيرة جدا، بحيث وقعت زلزلة في منظومة مفاهيمية سياسية بكاملها. أشنو اللي عندنا؟ وفق آلية التأثير من فوق ولاو الناس كيتسناو رشار السي الاستاذ عبد الله سعف لهذا، ولاو الناس كيتسناو المخططات وكيتسناو البرامج وكيتسناو المفاهيم الجديده اللي غتنزل عليهم من فوق. فوقع نوع من التصحر في الفكر السياسي المغربي، بينما حياه سياسيه بدون انتاج للفكر وللمفاهيم هي حياه عمياء، نوع من الخبط عشواء. هناك أيضا ضعف المعارضة بشكل عام، يعني تكاد تكون منمحية، يعني معارضة مؤسساتية ومعارضة راديكالية، حتى الراديكاليين يعني لا غنهضروا على النهج الديمقراطي ولا غنهضروا على يعني العدل والإحسان اللي كاع ما معترف به، حتى هذيك المعارضة الراديكالية ليس لها وجود كبير في الساحة. وهذا الضعف الكبير ديال المعارضة يبرز لنا مقدار حضور السلطة بشكل قوي واحتلال كل الفضاءات إلى درجة أنها أضعفت حتى الأداء ديال المعارضة المؤسساتية. فالمشاريع ديال القوانين اللي طرحات والطريقة باش تناقشات والطريقة باش تعارضات إلى غير ذلك يظهر أن هناك ضعف كبير في المعارضة. ثم هناك واحد التناقض كبير، وهذه من أسباب هذه الغمة التي أتحدث عنها، تناقض بين الأجهزة المنتخبة والأجهزة غير المنتخبة في الدولة. أنا بالنسبة لي من أكبر الأزمات اللي كنعيشو هو التناقض اللي ولا عندنا في الدولة المغربية
ما بين مؤسسة منتخبة ومؤسسة أخرى غير منتخبة، ولكنها حتى هي كتخدم كدير أفكار، ولكن هناك تعارض. هذا التعارض خطير بالنسبة للتنمية في بلادنا وبالنسبة للتطور في بلادنا. يمكن إلا كان هناك نوع من المشروع المشترك ونشوفوا فيه انسجام ما فيها باش، ولكن باش نوليو نشوفوا تناقض بين مؤسسات ومؤسسات ديال نفس الدولة، فهذا شيء لا يبشر بخير. باش ما نطول شيء، هناك استمرار في تكريس توازنات سياسية لصالح الاستمرارية ديال كل السلوكات السابقة. بمعنى درنا دستور جديد، كانت تفاجئوا في 2013-2014 بعودة نفس السلوكات السابقة على 2011 بغض النظر على النص الدستوري. التوازنات التي تقيمها السلطة في بلدنا كلها لصالح الاستمرارية وليست لصالح القطائع أو المراجعات. لا خروج عن الخطوط المرسومة، لا مرجعية مغايرة أو مراجعات تتعارض مع نهج الدولة، لا قوة تنافس السلطة. هادو ثلاثة ديال الأمور اللي كتبين لنا هاد الإشكالية ديال التوازنات ديال السلطة. كل هاد المؤشرات تقع في ظل ديمقراطية شكلية بشعارات كبيرة ومفاهيم كبيرة، ولكن بدون مردودية ديمقراطية. المردودية الديمقراطية كتبان في حياة الناس، حياة الناس. إذا قلنا مثلا تنمية العالم القروي، خاصني نشوف عالم القروي كينمو بالفعل. دخلنا الكهرباء ودخلنا الماء 97% تقريبا أو 96% ديال الدواور، ولكن الناس كيخويو بسرعة مرعبة. علاش؟ لأن ما كايناش حياة. تنمية العالم القروي ماشي هما الماديات فقط، وإذا كان المنظور ناقص وغير غير غير سليم. استمرار صراع الوجود بسبب عدم الحسم في الاختيارات الكبرى. يعني أننا في 2011 درنا واحد المجموعة، زدنا واحد المقدس رابع المقدسات الثلاثة، وقلنا الخيار الديمقراطي أصبح من المقدسات البلد، ولكن الخيار الديمقراطي يفرض علينا الحسم في اختيارات كبرى اللي غتجعل بلدنا تمشي بعيد في كل المجالات. هذا الحسم لم يقع لأن النص الدستوري لم يحسم، والسلوكات اللي جت من بعد منه توضح عدم الحسم واستمرار يعني الذهاب والإياب بين عالمين متعارضين، عالم ديال الأصالة بدون يعني فرز أو بدون نقد ديال هاد الأصالة باش نعرفوا شنو اللي فيها صالح للبقاء وشنو اللي مبقاش صالح، وعالم الحداثة اللي أيضا ما قدرناش ندخلوه في الأدمغة وفي العقول. ولهذا نجحنا مسلسل ديال التنمية المادية، درنا لوطوروت، درنا التي جي في، درنا القناطر، طلعنا العمارات الشاهقة، ولكن نسينا الإنسان ونسينا بناء الإنسان وبناء المواطن من خلال العقل، فبقت الذهنية متخلفة على هذا المسار، وهذا خلق لنا أزمة قيم خطيرة في مجتمعنا. هناك تحديث اقتصادي، تحديث إداري، تحديث تقني في غياب ثورة ثقافية. راه ما يمكنش نستمروا في هذه التحديثات بثلاثة إلى ما عندناش ثورة ثقافية ديال العقل المغربي تواكب. ولهذا كنلاحظوا الانفجار اللي كيوقع في شبكات التواصل الاجتماعي ما مسوقش لهذا الهموم كل هذه النخب. هناك تمدد ديال حركة الشارع في مقابل صمت النخب أو أحيانا لا مبالاتها حول قضايا كثيرة. وهناك نشير أن ضعف التواصل عند الحكومة هو مثير للاهتمام، لأنه لا يكفي يكون ناطق رسمي كيتكلم كل يوم خميس. التواصل الحكومي مع المجتمع ما كيوقفش عند هذا الحد، عنده أشكال كثيرة أخرى لا يتم اعتمادها. كنحسوا بأن الحياة السياسية فيها نوع من الحذر ونوع من الخوف من التغيير، ولهذا تزداد آلية الضبط، آلية المراقبة، آلية الفرملة ديال بعض الأمور اللي احنا كنتمنوا أنها توصل تستمر، وآلية التحجيم، هذه اللي سماها الأستاذ السي عبد الله سعف بقوة الدولة، القوة الماحقة يعني للدولة. غادي نختم بجوج ديال التواريخ 2011 و2020.
في 2011 طرحنا واحد السؤال لما خرجنا بدك الدستور ديال الفاتح يوليوز، قلنا كفاعلين اللي كنا كلنا في حركة 20 فبراير وعشنا ديك الدينامية ديال 5 شهور ديال واحد الزخم رائع جدا ديال الأفكار، تولدت أفكار كثيرة مهمة، البعض ديالها ربحنا في الدستور، البعض ديالها ما دخل شيء. ولكن طرحنا واحد السؤال، إما أن هذا النص هذا غادي نمشيو به بعيد والدولة غادي تسمح بهذا وغادي نقدروا نحققوا مغرب جديد، وإما أن الدولة غادي توضع جانبا وغادي تستمر بمنطق آخر. فوقع الاختيار الثاني، أنها استمرينا بمنطق سابق على 2011. وما نعطيكم غير مثال، وزارة الداخلية بغا تدوز قانون ديال البطاقة الوطنية في البرلمان، المشروع اللي بغا تدوزه كيرجع ل 2007 سابق على 2011، فطالبنا بأن هذاك المشروع يخضع شوية للدستور ديال 2011، ميمكنش يقفز على ديك المحطة. وآزرنا، كنهضر هنا كمجتمع مدني كحقوقيين، آزرنا في ذلك الكثير من البرلمانيين ديال الأحزاب، قالوا عندكم الحق، هذا النص هذا خصو يتغير. وإذا به كنتفاجئوا واحد النهار فجأة بتصويت بالإجماع، وتوقف النقاش في اللجان وتوقف كل شيء، وداز القانون ديال 2007 داز في. فهذا كيبين بأن هناك قفز فعلا على هذه اللحظة التاريخية الهامة. مسألة 2020 طرحنا عاود سؤال آخر، شنو هو هاد كوفيد؟ راه هضر عليه السيسار، هاد كوفيد إما أنه سيخلق الدولة الحاضنة للمجتمع، وغادي يخلق واحد نوع من التعاون والتضامن بين الدولة والمجتمع، وغنمشيو بعيد من بعد التجربة والمحنة دي كوفيد، وإما أنه غادي نوصلوا للهيمنة عن طريق الخوف. وكان الخيار الثاني هو اللي مشينا فيه. علاش؟ لأن الدولة، وماشي غير في المغرب، عدد كبير من البلدان بما فيها بلدان أوروبية، يعني اعتمدت يعني آلية الهيمنة عن طريق التخويف، خوفت الناس من كوفيد باش تقدم رأسها كمنقذ، ثم بعد ذلك اكتشف الناس أن هذه العملية امتدت إلى فضاءات أخرى وصبحت نوع من الأخطبوط الذي استولى على فضاءات كانت ديال أطراف أخرى فاعلة. ويعني هذا العرض ليس متشائما، أنا فقط كنركز على علاش الحياة السياسية راكدة. ولكنني كفاعل مدني متفائل دائما، لأنه إذا وقف التفاؤل سيقف العمل، ولهذا لن يمكن أن نكون متشائمين، سنستمر في العمل، لأنه لا بد أنه في يوم ما غادي نقدروا يعني نمشيوا للقدام ونتجاوزوا هذه العقبات كلها. يعني في البداية ديال انتقال العرش، يعني 2000-2001، كنا كنشتغلوا في أرضيات فكرية سياسية كمجموعة ديال الناس من مختلف المشارب. فهذاك الوقت كنت عبرت على تحفظ فيما يتعلق بمصطلح ديال الانتقال الديمقراطي. من جانب آخر، تحفظ ديالي كان أن الانتقال لا يتم في بلدنا بآليات ديمقراطية، ولهذا لا يمكن أن نسميه انتقال ديمقراطي، لأنه يتم بآليات ديال تدخل ليس بالضرورة ديمقراطية. فقلت خصنا نسميه الانتقال نحو الديمقراطية، ولو كان بآليات بعضها ديمقراطي وبعضها ليس كذلك. لكن الآن غتلاحظوا واحد المسألة، راه كاين مشكل كبير في مفهوم الديمقراطية اللي كيعيش الآن أزمة في العالم. احنا كحقوقيين كنا في المنتظم الدولي كنشعروا بواحد القوة، وحنا كندافعوا على قضايا ديال حقوق الإنسان من منظور ديال مفهوم الديمقراطية. دابا راه ولينا كنلقاو راسنا في وضعية صعبة، لأن الناس اللي كانوا كيستجبوا لهذاك الخطاب الآن ما بقاوش كيستجبوا، ولات هناك مبررات أخرى تضحي بالديمقراطية من أجل غايات وأهداف أخرى. وهنا وقع اهتزاز على الصعيد، ماشي فقط في بلادنا، على الصعيد الدولي وقع اهتزاز في المفهوم ديال الديمقراطية. وفي بلادنا شنو وقع؟
كان وقع واحد التواطؤ واحد الوقت على اختزال مفهوم الديمقراطية، وهذا غلط فادح جدا. كان جنيو دابا التمار ديالو اختزال مفهوم الديمقراطية في صناديق الاقتراع، لا عند السلطة ولا عند الأحزاب ولا عند التيار الإسلامي بالخصوص، لأن التيار الإسلامي كان خايف من القيم ديال الديمقراطية، كيعتبرها غربية ما بغيهاش، دونك شد الديمقراطية ردها فقط آلية ديال الاقتراع وديال الصناديق، كيقول لك سيدي سنحتكم إلى صناديق اقتراع. وبطبيعة الحال على المستوى القيمي عندهم هما قيم أخرى اللي هي ليست قيم الديمقراطية، إذا بغاو الآلية وما بغاوش القيم. السلطة ساعدت على هذا، واليسار جزء من اليسار ساعد عليه. علاش؟ لأن في واحد الوقت استعمل الإسلامي كفزاعة ضد الحزب الاشتراكي الكبير اليساري، إلا بغيتوا الديمقراطية دوك غنطلقوا هاد الناس حتى هما يدخلوا في، ولقينا تفاجأنا أن واحد العدد اليساريين تراجع أيضا على المفهوم الشامل ديال الديمقراطية، ولا كيعتبر أن هناك يعني خاص نوع من التسويات. النتيجة الآن أن المفهوم ديال الديمقراطية غامض عند الناس، واحد العدد الناس كيعتقد أن الديمقراطية هو ديكتاتورية الأغلبية العددية، وهنا خسرنا مفهوم الديمقراطية. ولهذا يعني وقعت مشكلة في الديمقراطية التمثيلية عالميا وحتى في بلادنا، وفي تونس الوضع التونسي يجسد بوضوح أزمة الديمقراطية التمثيلية، هذا الشيء اللي وصلت له تونس دابا، لأن الناس في واحد الفترة اعتقدوا بأنهم بالديمقراطية التمثيلية غيحلوا المشكل. الناس اللي كانوا كيصفقوا لأردوغان في تركيا لأنه نقل البلد من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي، ووضع جميع المعارضين في السجون، وغلق أزيد من 30 مجلة وجريدة اللي كتعارضوا، وقال أنا ربكم الأعلى، كانوا كيأزروا وكيصفقوا ليه. الآن كيستنكروا قيس سعيد اللي قام بنفس الشيء، نقل تونس من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي، وضع الصلاحيات كلها في يده، وضع خصومه في السجون، وأغلق المنابر صح، نفس العمل ديال أردوغان، ولكن صفقنا الواحد وكنستنكروا الاخر. عندنا مشكل في معنى الديمقراطيه اليوم وفي السياق الراي. القضيه ديال ضعف الاحزاب، انا شخصيا دائما في هذه النقطه هذه كنبغي ندقق شويه، انه لا يتعلق الامر بضعف الاحزاب، راه يتعلق بضعف واضعاف، لان الاحزاب ماشي بين عشيه وضحاها اصبحت ضعيفه. هناك طرف يعتبر في الدولة أن وجود قوة سياسية طليعية يشكل تهديدا للدولة، وهذا منظور خاطئ، لأن قوة السياسة ومصداقية الحياة السياسية هو في وجود فاعلين سياسيين طليعيين وكبار وكيحركوا إلى آخره. وراه إلى حدود الساعة راه باقي عندنا المشكل، زعيم سياسي في المغرب يخاطبني كنسولو كنقول له فلان في كوفيد فين هي الاحزاب في كوفيد؟ حنا كنا محتاجين ان الاحزاب تلعب دور في التوعيه بضروره الاحترام ديال واحد العدد ديال الضوابط وكذا وتوعي المواطن وكذا. قال لي شكون اللي خلاك؟ راه قالوا لينا خصكم ترجعوا للور الدوله اللي خصها تكون في الدوله بمفهوم يعني خاص ليس بالمفهوم العام، يعني في ساعه طرح السؤال ما معنى الدوله؟ بمعنى الأحزاب هل هي ضعيفة أم أضعفت وجعلت في الموقع الذي هي فيه؟ هذا مشكل حقيقي. هناك احتكار، ولما كيكون هناك احتكار ديال السلطة، وكيكون احتكار ديال القيم، وكيكون احتكار ديال الثروة، كيكون ما تحدث عنه السي مزروب، احتكار المناصب أيضا، واحتكار الحدود ديال الولوج إلى مناصب معينة. وهذا الشيء الآن راه البلد يعاني منه، لأن الشعور بالتدمر العام يزداد، وكاين انفجار في الفيسبوك وفي اليوتيوب وفي كذا حول هذا الموضوع، خاصة بعد المشكل اللي وقع في الوزير العدل في القضية ديال المباراة المحاماة إلى غير ذلك. المواطنين ولاو كيشعروا بأن هناك احتكار لكل شيء، وفي المجتمع اللي كيوقع فيه هذا كيوقع احتقان، وهذا الاحتقان ربما في مرحلة ما غيكون من الصعب الاميتريزي وعلى يعني اننا نتحكموا فيه. هناك
فقدان ديال استقلال القرار الحزبي. المؤتمرات الاحزاب الا تبعناها كيفاش كدوز، كيفاش كيدوز المؤتمر وكيف يتم انتخاب الزعيم، ليس هناك استقلاليه في القرار الحزبي. ثم في مرحله ما لاحظنا بان السلطه ما بقاتش باغا الزعماء اللي كيتكلموا بزاف، فاحيلوا جميعا على الهامش ونقدروا نذكرهم بالاسماء. والطريقه باش تم التخلص من بعض الزعماء في المؤتمرات كان فيها حتى عنف كبير وتكسير ديال الصحون وديال الطبالي وديال كذا، من اجل ان زعيم معين ما يبقاش زعيم خصو يمشي في حاله، ويتم الاتيان بشخص ليست فيه مؤهلات الزعامه، لا يتكلم، ما يقدرش يجمع الناس، كاع المواصفات اللي يمكن تصورها في زعيم حزب سياسي لا تتوفر فيه، ووضع هناك للتسويه مرحليه. فهنا يمكن تكلموا على فقدان تام ديال استقلالية القرار الحزبي عند الأحزاب. ولهذا أنا أتحدث دائما عن ضعف وإضعاف، ضعف لأن هذه الأحزاب قبلت أنها توضع في هذا، وإضعاف لأن هناك الطرف الأقوى الذي يتصرف على أنه لا ينبغي أن يكون هناك إلا فاعل سياسي واحد في الساحة، وهذا تفقير للحياة السياسية وكيفلت علينا، كيضيع علينا فرص كثيرة باش نمشيو بعيد. وكيف قال الأستاذ ساعف، أنا منين كنلقي نظرة من 2011 لدابا كنتفق معاه على المستوى العام الشامل، نعم راه ما يمكن لشي واحد عاقل يقول راه حنا راجعين للور، لأننا حققنا ولكنها خطوات بطيئة وأقل بكثير من طموحنا ومن حلمنا. إنما على المستوى القطاعي هناك تراجعات. إلا خدينا أي مسألة مثلا معينة نقدروا نلقاو فيها تراجع، إلى تزويج القصيرات ارتفع بواحد الشكل صاروخي في واحد العام، راه تراجع خطير هذاك، لأن سميتو اللي حطينا في 2004 هو أننا نقضيو على تزويج القصيرات، وغير ذلك من هذا. لكن على المستوى الشمولي العام يمكن نقولوا أننا ملزمون بالمضي إلى الأمام وليس لنا خيار ديال النكوص. بقات لي نقطة هي ما يتعلق بهذا الشيء ديال الرقمي، لأن ملي كنقدموا بعض الأشياء في الرقمي على أنها بدائل راه مشكل كبير. علاش؟ لأن الرقمي غير مؤطر، لا في إطار الديمقراطية ولا في إطار الوعي المواطن ولا في إطار كاع القيم اللي حنا كنأمنوا بها. اللي كاين الآن في الرقمي هو واحد الفوضى عارمة مازال ما قدر حتى شي حد أنه، علاش؟ لأن النخب اللي مطلوب منها أنها تجاوب على الأسئلة الجديدة تجاوزها الأمر ومازال ما لقاتش الأجوبة لأن خصها الوقت، والناس انفجروا في الإنترنت لأن فقدوا المعنى. والعنف الكبير في الانترنت السبب ديالو الرئيسي هو فقدان المعنى اللي كانت النخب هي اللي كتصغوا. ولهذا هذا الشيء ديال الرقمي كيخلع الى بقى بهذا الشكل، لان بزاف الامور كنبنيوها في الدوله وفي المؤسسات راه كتخرب يوميا في الرقمي بشكل خطير جدا. بزاف القيم اللي كنتصارعوا وكنضحيوا من اجلها يعني يؤثر الناس بعيدا عنها في الرقمي. اذا الرقمي بديل الى احنا يعني مثلا العنف على يعني السب والقذف والشتم. انا يعني الناس المسؤولين في الحكومه الحاليه قلت لهم في التعليل القانون الجنائي ضروري يكون هناك وضوح، خاصنا ماده اللي يعني كتنظم نوعا ما هذا التفاعل على المستوى الرقمي باش يكون هناك حوار ويكون هناك نقاش ويكون هناك اختلاف، ولكن ما يكونش هناك سب وقذف وشتم وتحريض على الكراهيه بشكل يتجاوز الحدود اللي احنا الان كنشوفوه. ما نعرفش واش غيتم الاستجابه لهذا او لا، كنتمنى ان المشروع القانون الجنائي الحالي تكون فيه فعلا هذه الماده ومواد اخرى، خص الغاء تجريم الحريات، خص كثير من الاشياء. على كل حال راه هذا موضوع اخر، فاتمنى انه نقاش مثل هذا أن يستمر، لا في وسائل الإعلام ولا في التلفازات ولا في الإذاعات ولا في المنتديات ديال الفكر. علاش؟ لأنه صحي وضروري باش كتوضع النقط على الحروف في عدد كبير من الأشياء
وباش يعني هذاك النوع من الاستخفاف بالامور الكبيره ما ينتصرش، وهو اللي كنسميوه التفاهه لا ميديوكريتي. باش ما ينتصرش هذا المنطق هذا، خاص نردوا الاعتبار للفكر، ونردوا الاعتبار للحوار الوطني لانه الراس مال كبير اللي ما خصوش يضيع، ونردوا الاعتبار للنقاش العمومي، لان بعض المرات وحنا في لج النقاش كنقولوا واش كاين نقاش فعلا، واش فعلا عندنا نقاش في بلادنا، وهذا شيء مؤسف. شكرا.